السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام. متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة المريخ السوداني أمام الأهلي المصري، مباراة في الجولة الخامسة من دوري أبطال أفريقيا. المباراة بإذن الله تعالى يكون ميعادها غدا السبت 3/4 أو 3 إبريل 2021. المباراة ميعادها الساعة 3 عصر ومساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. 3 عصر ومساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. الساعة 4 عصر ومساء بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة ميعادها الساعة 5 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 2 ظهرا أو مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 1 ظهرا أو مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. لو أول مرة زورك في القناة، إذا اشترك في القناة وضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو واكتب على الاشتراك وسبسكرايب، أعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد باستمرار بإذن الله تعالى. القناة الناقلة للمباراة قناة بي إن سبورتس اتش دي 4 أو 4، ومعلق المباراة حفيظ الدراجي. كذلك المباراة هتلعب في السودان، فبالتالي القناة ناقلة القناة الرياضية السودانية الأرضية، عذرا آسف، القناة السودانية الأرضية. خلينا نتعرف على ترتيب المريخ والأهلي في جدول في ترتيب المجموعات قبل المباراة. متصدر المجموعة الأولى سيمبا التنزاني في المركز الأول ب10 نقاط، الأهلي في المركز الثاني بسبع نقاط، فيتا كلوب في المركز الثالث بأربع نقاط، والمريخ في المركز الرابع والأخير بنقطة واحدة. كان معكم محمد نور الدين من قناة آخر الخلاصة. اشترك في القناة وفعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو، نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.